اليوم بدي اورجيكم جيم اسمه سورد شيب. سورد شيب هي لعبه روج لايك. روج لايك طبعا شوفوا القناه بيعرفوا. هي اللعبه اللي اذا خسرت بتعيد من الاول، بس بتكون جمعت اشياء لحتى تسهل لك اللعبه اللي بعدها. طبعا هون بورجيك الاشياء اللي هي انت قدرت تفتحها مع الوقت. طبعا انا وصلت لهون لعند ال 2021000 بوينت. كل هدول الاشياء فتحتهم. بس اللي حاعمله هو حروح على نيو جيم واعمل بيجنر، ما حاعمل نورمال. طبعا النورمال اصعب، لانه اذا عملت نورمال حفوت بالحيط، وخاصه انا بحكي. فكرتها بكل بساطه هي انه انا عم بسوق السفينه هي، وهي السفينه تبع واحد عم يهرب. بيورجيك انه العالم هذا مثل سايبر بانك او شيء، وعم يعني بدك تحاول تهرب منه، تحاول انك تهرب الاشياء. هلا اللعبه ما فيها تال. طبعا هون حاختار نوع السفينه، حاختار هي هلا برجع لها بعد شوي. ما فيها قتال، فيها انك تخليهم هن يقتلوا بعض. هلا بفرجيكم كيف. هلا هاي حتسمح لي اني اعمل دليفريز سريعه. هلا بتشوفوا شو يعني. في كونتينرين بدي احاول اسرقهم واهرب، موجودين بالمي. هلا طبعا انت لما شايفين مثلا، هلا انا اجيت خليته يحاول، خليت هذا يحاول يصيبني. فلما اجى حاول يصيبني ضرب رفيقه. شايفين عم حاول، هي اللي بالطايره هون عم تضرب على الالغام. فهيك انا عم باخذ بوينتس. لاحظوا على اليمين عم اجمع بوينتس. فهلا هون مثلا، هلا هي هيك بدايتها، وهي الكونتينر اخذته. تمام، بدي احاول نزل كونتينر بقلب الصفرة بدون ما نخلص من هاد. نبعد عن هاي، نجيب الكونتينر الثاني. هيك خلصنا المرحلة. فانت بدك تحاول انك شو، لاحظوا كيف كنت عم احاول امشي بسرعة، احاول اني اعمل دوج. ما عندك اسلحة نهائية، اوكي؟ بدك تحاول تخليهم يضربوا بعض. فلاحظ هلا مثلا كان في هداك المدفع صوب على اللغم انفجر، قام عطاني بوينتس وهكذا. هلا اللي بصير انك بتجمع الكونتينر يا اما بتخليه عندك على اليمين بتاخذ عليه لايفز وبتاخذ عليه ابجريدز، يا اما بتحطه على اليسار بتاخذ عليه بوينتس. شو بهموك البوينتس؟ بهموك انك راح تلفل اكثر، تفتح الجيم يعني تعمل البروجريشن، تفتح تصير اللعبه اسهل المره الجاي. بس لا، انا حاخذ اثنين لايفز، وهون عم يقول لي قرر تاخذ وحده من هدول التنتين. يا اما تكبر البيك اب لاين، اللي هو لما تيجي الكونتينر تلاقي خط اصفر، راح تروح بصير الخط اكبر، هذا بصير اسهل انك تجيب الكونتينر. يا اما اذا اخذنا كونتينر بناخذ معه 1 انرجي. لا، خلينا نسهل حالنا. وهلا اخذت 2 لايفز. شو معنى 2 لايف؟ يعني اذا متت برجع بعيد من اول مرحله، مو من اول جيم. فهلا معي صار 2 لايفز لكم فوق 2 الاس 2 او السورد شيب. هاي وحده مدفع جديد هون عم يحاول. طبعا بدنا نشوف شو بدنا نقتله. في عندك حركة شغلات اللي فيك تعملها، هي انك فيك تمشي. هلا هيك خلصنا من هاد، ناخذ الانرجي لحتى تلزمنا للسبيشال موف تبعنا. السبيشال موف تبعنا نحن هون، ناخذ الكونتينر، ناخذ هاي ونستعمل الابيليتي تبعنا لحتى نبعت الكونتينر لبرا. هدول مدفعين خليهم يصابوا بعض. شت. اي اوكي. هلا هيك استلموني. فاللي حيصير انه حترجع نعيد من اللي هو سيتي 1 لاين 2، لانه استهلكت لايف. فهون بقى فكره الجيم. شايفين كيف؟ هلا هون مثلا هذا المدفع حخليه يجي هون مره ثانيه. اجين. شايفين؟ بدك تصير تتعود انك توقت الاشياء بشكل شو؟
ناخذ هذا برا، ناخذ الانرجي. طيب هذا مدفع هون، لسه ما وصلناها. هاي اوت، نوصل هاي. حلو، وهون خالصين. هدول انفجر وفجر اللي معه صادني. ايه، فالسفينة اللي اخترتها بالاول بتعطينا اللي هو على فكرة انا اشطر من هيك، بس لانه عم بحكي. طيب هذا هيك انفجر، ناخذ هدول. السبيشال ابيليتي تبعي بهي الجيم هو انه بقدر السفينة بقدر طلعها ل شو اسمه؟ ايوه 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 اعطيني هاي. بعد ممتاز، نخلص من المدفع، نوصل هاي. نخلص من المدفع، هلا صار عندي فينا نعمل ديليفري سريع. هذا هون، حلو. لا لا لا، هلا ممكن يروح علي الكونتينر عادي، بس اتخلص من هاي. تعرف شو بعت الكونتينر لبعيد، خلينا نخلص. استعملت الابيليتي لحتى اودي الكونتينر. وهيك جبنا هاي. هلا كمان مره ثانيه حنقرر بدنا نحط كم الكونتينر يمين كم الكونتينر شمال. بس خلينا نحط واحد هون مشان اورجيك كيف بصير. هيك حيصير عندي 2 لايفز و 2 اوبشنز لحتى اخذ ابجريد. إذا بوقف على الدليفري، أوكي، فاستر دليفري، يس، 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 كتير مهم. مرات أنت إذا بدك تعمل دليفري، أنت واقف، ناطر تاكل الضرب. أوكي، اللي بعده. هي السورد شيب. هون في عاصفة. طبعًا أنت لأنه لعبت الجيم، مع الوقت بتصير تفتح أشياء جديدة هون. وجع. راحت، ما لحق تجيبها. طيب كنت عم حاول انه خلي المدفع يضرب هاي، بس تعا هون هون. هذا راح. اوكي، هذا بوز. لا 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 لا. طيب نجي مرة ثانية، عندنا أربع كونتينرات لازم نجيبهم. هلا إذا بتطلع على اليسار في أربع خطوط، هدول الكونتينرات، عشان إذا حابب يعني. خلينا وراء أحسن. يلا هذا نطلع منه. هلا هون ناخذ هاي. نعمل ديليفري، ناخذ الانرجي. ما لحقناها، مو مشكله.
هون في مدفع. تعال هيك اعطينا هاي على هاي. ايوه ممتاز. ناخذ هاد، ناخذ هاي. عليه 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 بسرعه. او ماي جاد يا ساتر. دول اثنين حيشيلوا بعض. هاي صرنا دبل تريك. اخذ هاد مع هاد. وصلناها. احسنت. طيب هلا هذا شلون نخلص منه؟ هذا ما حنخلص منه، هذا حنجي هون ونعمل هيك. عليه كمان واحدة. واحد اثنين ثلاثة. وجبنا هاي. احسنت. نكست. طبعا دائما كل ثلاث اثنين هون. كل ثلاث مراحل، كل ثلاثة لاينز حيعطيك واحد جديد. هون كونتينر سلو تايم، يلو كونتينر بيك اب لاينز ابير. وذ السور شيب. اوكي هاي. خلينا نبطئ الوقت. لما تاخذ كونتينر الوقت الدنيا بتبطا. ناخذ اللي بعده نشوف شو وراه. اي هون طبعا بورجيك جزء من القصه يعني، وهون بيعطيك تيبس. ماين تيب دوزز ابيليتي ديتكت وان الكتريفايد. اوكي لاين 1 لاين 2 لاين 3. هون بيقول لك انه كل ال هون عم يورجيك الفوركاست انه هون حيكون شمس، كل اللاينز حتكون شمس، ما في عواصف. طيب هون مثلا حتيجي على الست اللي بعدها، الست اللي بعدها حتلاقي انه حتلاقي انه في طراف يمين الشمال. طبعا حتلاقي انه في هلا صار في شغلات جديده انك تقتلها. هذا هون كمان ناخذ هاي. هاي اللي بترمي ماينز. ناخذ الكونتينر. نوصل هاد. هذا حينضرب راح هرب 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 هرب. تعا ايوه هذول ما فيني اعمل لهم شيء هلا حاليا. ناخذ هاي وخلص. على الاقل قتلنا واحد. ممتاز. اخذنا كونتينري. دائما كونتينري دائما بلاقيهم 2 3 4 2 3 4. هذا الشيء بعدين بيتغير ما بعرف. ناخذ هاي مشان ناخذ ابجريد على الاقل واحد. هذا بيسحب ال بيسحب الانرجي. هذول صفر نقطة الصفر بيسحبهم. طيب حلو. نجي على اللي بعدها. هون شو حيطلع لنا اليوم؟ حيطلع لنا اشياء غريبة. ايوه هون هون هون. هات هات هات. حلو. يا ساتر. طيب هلا هون بدنا نشوف شو بدنا نعمل. ننتظر شوي حتى تيجي الثانية، بعدين نبعد من كل مكان. كان فيني اجي ورا الكونتينر كان ضرب فيها وكسري، بس ماشي الحال. نو بروبلم. نوصل وخلي هدول القنابل عم يجوا علينا، ما مشكلة. هي شوي شوي بيدمروا لنا الأشياء. هدول دمروا بعض. نجي وراهم. طبعا فيك تختص مشان تتفادى كل هالشغلات. ايوه ايوه ايوه. شوفوا هون مثلا هي دمرت هي. خلينا نبعتها بلا ما نتورط. ما في داعي. احسنت.
هاي قنبله وهذا الشيء هيك تدمرتها. حلو كتير. ناخذ هذا هون. هات الكونتينر. ممتاز. طبعا هاي الجيم بتحطها بتشغل الصوت عالي بتلعب. I love it أفكر. ما بعرف اسم بين. هنجي هون حنسحب هدول الكونتينرين ناخذ قلب. اوكي هذا اذا وقفت عليه ما بيطلع من تحت. ما تشوفوا كيف لما بنكون ماشيين بتلاقوهم جايين ظل من تحت المي فبتروح بتوقف بتسكر عليه. طيب. ناو. ناو ناو. هذا مثلا هيك ها شفتوا قفلت عليه. ايوه اخذ هذول ممكن طبعا تستفيد منهم من بعض. ناخذ الكونتينر هون ممتاز. يلا اللي بعده بعتنا الكونتينر بالباراشوت. هلا هون هاد راح يتبايخ. ممكن اذا احترقت السفينه اذا اجى علي نار بنزل تحت المي بتطفي. بس لك تحسبها منيح يعني. شوفوا الرزاله شوفوا الرزاله طلعت القنبله مع الكونتينر سوا. كان لازم ارجع ورا وانا واقف غلط كنت. يلا هلا هون شو حنعمل؟ هاد هذا خليه يروح على هاي. يا سلام يا سلام يا سلام. يلا مع السلامة. هذا هون المفروض ينفجر بهاي. هذا ما حينفجر بهاي. حنروح وراه. نجي هون أخذنا هاي. يا ساتر وصي قرب لي اياها شوي لهون. دول اثنين سوا دبل تريك. اخذ الفلوس. ايها هلا هون في جنان. هون حيبلش الجنان. حنبلش شو نعمل؟ اول شيء بدنا هاي. ما لحقت انزل. ما لحقت انزل. كم بقى لايف عندي؟ لسه ثلاثة. حلو. ماشي انا بدي اوصل ل 21000 عشان افتح السفينة اللي بعدها. هاي هون هاي هون هاي هون. ناخذ هاي. شكرا. شو المفروض اعمل هون انا؟ اوكي. ما لحقنا. لسه فيك ثلاث كونتينرات، واحد منهم ضاع، بس مو مشكلة. هات هذا هون. أي كونتينر ونبعته دغري. حنوفر. دول يفجروا بعض ما هيك. هلا هذا كله هون شغلنا النار وما حنستفيد شيء. رح أوقف هون. خليه هاد يدمر هاي. نرجع لورا. و
والله كنا حناكلها يا شباب. حناكلها. هوني هاي لود. هون لهون. ايه ايه تعا. اعتبر انه انا تو ليت. اخذنا الكونتينر من هون. المفروض خلصنا هاي المدينة. حنروح المدينة اللي بعدها. طبعا كل ما مشيت اكتر كل ما صارت اللعبة اصعب. هيا ضيعنا واحد. حنجي هون هيك. مور انرجي. اوكي حينزلوا انرجي اكثر. احسن. بصير بناخد اصلا اذا عبيتها كلها بصير عندك الابيليتي. اذا عبيت اكتر بتاخد بوينت. هون كله لايت ويذر هيفي ستورم. كيف انا اوكي فاين فاين فاين. اي 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 وبعدين طيب يلا هذا مدفع صغير مدفع ليزر هذا حيضرب هون الوداع يا ساتر مش كهدول الطيارات اللي فوق ما في طريقة تخلص منهم بس بدك تهرب هلا ليكوا الاطراف كيف عمت انا ليه ما اخذت العلبه؟ ما هذا الهراء؟ كاني ما اخذت ولا واحده صح؟ اي والله نو بروبلم يلا ثلاثه الموسيقى الموسيقى حلوه جدا هلا هون هذا مفروض بالكرة النار هلا لاحظوا هاي كرة النار اذا شبكت بالليزر بتنفجر بتصير طيب هلا هاي هون طلعت راحت بالحيط يلا اوكي اعطينا هاي كمان فجروا بعض ناخذ دبل تك هاي هون خالصين ناخذ الهاي ما حيمشي الحال هيك ابدا ما حيمشي الحال هيك هات النار ايوه ما عاد شفت شيء اوكي خلصين هون هلا هذا الاخ اخذنا ليكو ليكو كرة النار وين لاين كليرد اللي بعده اوكي كونتينرز ديليفر حناخذ واحد هون واحد كمان اثنين فاير ديليفري لما تشعل الكونتينر بيتوفى حلو فيك تستعمل النار ابجريد فاير ديليفري ويذر كلير حلو بدنا اربع كونتينرات هون معنا اربع لايفز المفروض نقدر نظبطها المفروض نخلص من هاد مع انه هو مفيد على فكرة بس ما بدنا مشاكل هلا هون حيضرب علينا حنجي من ورا شوفوا شو حيصير هلا هيك ها
آي ما بينفع ما بينفع. اللي بعده هلا هذا حيشتغل هيك حيعطينا ضرب حيقتل حاله. هذا خلصنا منه هيك. هذا شو مدفع الصغير؟ والله انك مزعج. هذا الشنامة طلع. اللي بعده والله شوف بدنا ناخذ الكونتينر وبعدين من المدفع نوصل هاي. هذا المفروض سريع بين قوسين. هذا بعد كنا حناكل هاي. لا هذا الخطورة هون بقى انه كيف بدك تروح توقتها صح. كم لايف بقى يعني عندي 2 ماشي يعني بدنا هالألفين بس. خلصنا من هاد. هدول 2 هون والله العظيم شغلة. هذا هيك. اللي بعده فجر 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 فجر. مع السلامة. ناخذ الانرجي. اخذنا هاي. طب هذا يمين الشمال وهذا لفوق معناها. لا ما في تركيز. لا تركيز. كلهم هالألفين عطونا ياهم خلصونا. ارجع وراهم احسن. في اشياء هون عم بتصير. ماشي نوصل هاي. وهلأ هون ما بعرف شو حنعمل. هذا الليزر. اوكي هاي النار. عم نظبط النار انه تضرب الليزر. تبن تبن. احسنت. مع السلامة. روح. كمان واحد. هذا هيك خالص. كان لازمني هون بس. يلا مرة تاني. اوكي هلا هون حنجي اي حق. اوكي هذا خلص. نرجع وراه. تم التفجير. يا ساتر. طيب هاي هون. نرجع لورا. نزلها هاي هيك. هلا هاد كان مفروض يوقف الليزر من ثواني بس مشاني يعني. بس مو قضية. هاي هيك الوداع. هاي ضربت بهاي.
اخذنا هذا ونوديه برا. لا 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 كان حي حيصفقني، كان سيصفقني صفقة، وهيك متنا. طيب فشو بصير؟ بتاخذ البوينتس، بصير بعبي لك اياه، صفيت على 2000 بوينت ولا حتى 1300 بوينت كنا وصلنا. بس هي سورت شيب لعبة كتير صراحة حلوة، أنا حبيتها كتير. شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير.